لا مش هتبقى في دعم للمرأة في الإعلام، هي بتبقى يعني هي إعلامية بتطلع كده زيكم من نفسها، فدعم دورها يعني مثلا دعم دورها في إحنا في الجامعة بقى في من ناحية المواد الدراسية الحديثة مثلا، بندخل مواد اي دي جديدة. الصور اللي دي احنا اهو اللي انتي صورة اخترتيها لنا، دي مع صور السيد الرئيس كريم مع طبعا، الرئيس جميلة، السيسي. كنتش مصدقة نفسي ومبسوطة قوي بيه. على فكرة أنا احساس رائع. كان ليا حظ إني قابلت 3 رؤساء، رئيس عبد الناصر وأنا طفلة، الله والرئيس حسني مبارك الله يرحمه خليه، برضه وأنا عضو لا مجلس الشورى، والرئيس بتاع عبد السيسي. الفتاح السيسي. الصورة فحظ جميل. التانية دي أشرف إمام أشرف حازم، وحازم إمام. حازم شبه حضرتك وأشرف شبه وأشرف برضه، كابتن وأشرف حمادة. وأشرف أشرف واخد تحياتي لأشرف طبعا، يعني بشوفه كل يوم أنا كنت تقريبا. أغيظ حمادة أقول له البياض كسب السمار، مع ان السمار دايما اللي بيكسب، بس لون عشان حضرتك هما هو الاثنين خد، هما طلعوا الاثنين قريب اكتر قريب واحد ليا يعني. واخد من شخصيتك. خلوا الصورة شوية. شخصيتي حازم ولا اشرف؟ لا اشرف بحس اكتر. اشوف الكبير. ممكن ممكن يعني واخد مني شوية حاجات بنحبها زي زي بعض. ايه بقى؟ لا حاجات معينة كده يعني مش هنفع أقولها بقى. حاجات في الاكل، حاجات في ال في 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 ال عارفة لذيذ يعني دايما له حاجات كده. حازم بقى مشغول قوي فمش مش على طول تليفونات، لكن حازم قصدي أشرف على لا طول يعني واضح ان يوميا. اشرف متواصل معاك. واضح ان اشرف وكابتن متواصل بماما. حازم عندك غلطة، انت مش بتركز مع لا ماما لا كما عشان ينبغي. على طول مسافر ومنتخب بقى الله اليومين يكون دول، في طبعا عونه. عنده المنتخب فمشغول بيه، فهتلاقيه دايما مشغول غصب عنه يعني. ربنا يخليهم لك. الصورة الله التانية يخليك. دي مع مين دي حبيبتي حفيدتك؟ بقى لولو، اصغر واحدة بنت حازم دلوقتي وشبه بتلعب شبه حضرتك. شابة جميلة. البنات كلهم ولاد حازم شبه حضرتك، فيهم منك كتير. ولاد أشقف واخدين برضو مني. بتلعب على فكرة فوتبول هايل دلوقتي، فريق هي عندها ما شاء كبرت الله يعني 13 سنة، الجينات لازم. وبنت أشرف نفس الكلام عندها 13 سنة، واحدة بقى في التجمع واحدة هنا في زايد بيلعبوا فوتبول، فيمكن هما بقى اللي يكملوا مسيرة إمام بقى. طبعا. مين القمر دي؟ دي طبعا الكبيرة؟ دكتورة هويدة ودكتورة أماني فهمي عميدات، دكتورة هوايدة كلهم مصطفى طبعا. طبعا كلهم منسى كانوا عليكي دكتورة أستاذات في هوايدة. إعلام القاهرة، وحاليا بقى أستاذ أبو كب برضو، هو عبد الجواد ابو كب زميلنا في عبد روزا الجواد أبو اليوسف. كب طبعا كان عامل احتفالية كبيرة لتكريم، فأنا كنت منهم المكرمة الرئيسية يعني، ومعايا دكتورة هويدة ودكتورة أماني. لا بنحييهم جميعا. ودي برضو مرة تانية تكريم مع سيادة الرئيس. ما هي وانت نفس بتهديك اليوم. كتاب. وانا بهديك كتاب، دي حقيقة. فقلت له بقى انه ده اول يعني في العالم كله عائلة الجد والابن والحفيد، اوكي. فانبسط ومنتهى الرقي كده كأنه عارفني يعني. السيد الوزير بيقول له دكتورة ماجي الحلواني، قال له طبعا عارفها، قلت له انبسطت جدا. ايه بعد ده فرح بقى الحفيدة. حفيدتي فرح، واحنا العيلة كلها بقى الأسرة الله. كلها الأسرة الإمامية بقى. الفوز الأسرة الإمامية. أنت حابة الاسم الأسرة الإمامية، ربنا يخليها لكم. الحمد لله كان يعني يوم أسرة جميل. جميلة. ده آخر بقى تكريم سيد الوزير ورئيس الجامعة دكتور عثمان الخشت، و ده لسه أول امبارح بقى. الصور. متشكرة جدا على انتوا لا ده كرمتوني ميرسي ان انت النهاردة، جبت لنا الصور ده دي انتوا علشان انتوا مكرميني النهاردة، فأنا سعيدة ده جدا احنا اللي بهذا مكرمين، التكريم حضرتك يعني. اللي مكرمانا لا ان حضرتك والله منورانا ربنا النهارده. يخليكم، بالظبط كده. انا سعيده جدا بتواجدي معاكم، انتوا يعني صوره مشرفه للمراه المصريه ميرسي يا رب. والاعلاميه المتالقه، فدايما تقدموا نماذج مضيئه كمان يعني في لما ضيوفكم. يجي الشهادة من حضرتك فينا دي حاجة كبيرة جدا، الله بالذات يخليك. يعني ان حضرتك يعني رمز كبير من رموز الله الاعلام يخليك. الموجودة واستاذة تسلموا كبيرة. حبيبتي. مين يعني غيرنا بدون ما نبقى انانيين بتتابعي ايه في التلفزيون؟
لفت نظرك مين؟ بتابع يعني دايما بتابع عمرو اديب. بحب بالليل يعني أوكي. اعرف اخباره كلنا. وايه تاني بتابع في الصبح لما ببقى موجوده في جي ام سي؟ صباح جي ام سي. صباح جي ام سي البنات اللي بيقدموا. بيلفت نظرك مذيع او مذيعه من الجيل الجديد تحسي يعني ان هو هيطلع يبقى حاجه؟ في جينا في الجي ام سي برضو بتقدم الاخبار، جينا عصمت. اها جينا عصمت تحياتي كده. عصمت جميله بتقدم لطيفه. وطبعا الكبار بقى موجودين. لكن مين من الصغار؟ ولا احنا عايزين نسلم الرؤيه بتاعتنا يعني الصغيرين. ما فيش زي هي يعني ما انا بشوف على جي ام سي الصبح، لان ساعات ببقى عندي فضى الصبح شويه، فبشوف صباح الخير بتاعهم حلو قوي. في كذا مذيع بس انا مش حافظه الاسم. مين من تلامذتك ظهر؟ لا ما هي في جينا عصمت. جينا عصمت من ولادنا بتوع الاعلام يعني، وهو عمرو